أطلقت مديريات الصحة والسكان بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح. يأتي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على حوالي 1000 مواطن في 10 تخصصات طبية. القافلة ممتدة على مدار يومين، قافلة طبية علاجية مجانية على مدار يومين تخدم أكثر من 2000 مواطن، يعني يعتبر أكثر من 20% من السكان. خدمة ممتازة، خدمة أخصائي، أطباء في جميع التخصصات، خدمة التقارير الطبية، خدمة العلاج، خدمة العلاج على نفقة الدولة، استخراج قرارات فورية للعلاج على نفقة الدولة. احنا النهارده في القافلة الطبية بنقدم خدمة الصيدلية والعلاج المجاني للمرضى. الأدوية كلها متوفرة بكميات كبيرة، بتكفي جميع بكميات وبأصناف كتيرة جدا، بتكفي جميع الأصناف اللي بيحتاجوها الأطباء في جميع التخصصات. الكميات كبيرة، عندنا الناس هنا بتستفيد كويس جدا من الأمور دي، فنتمنى فعايزينها تبقى متوفره دايما باستمرار، لان هنا في عدد كبير بيستفيد قوي من القوافل الطبيه.